إن كنت غاوي وإن كنت ناوي تشوف وتسمع عن الحكاوي، قرب وجرب، ولو حكاية من حكاية ماما نونة دمتم سالمين وبخير. ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهاردة جايبة لكم قصة جميلة. قصة إيه يا ماما نونة؟ قصة مسجد. مسجد إيه؟ مسجد أبو مندور أو أبو النضر أو العارف بالله محمد أبو النضر. في عام 991 ميلادياً أتى العارف بالله محمد أبو النضر إلى مصر. مين العارف محمد أبو النضر ده؟ هقول لكم. دوت من سلالة علي ابن أبي طالب. دوت من العراق بعد معركة كربلاء، وظل يتحرك في مصر حتى استقر بمدينة رشيد اللي بيقولوا عنها المؤرخون هي بلدة عند مجمع البحرين وبها البرزخ اللي ذكر في القرآن. وانا يا جماعه من البلد دي، واحكي لكم حكايات كتير عن بلد عن بلدنا رشيد والمناطق الاثريه. المسجد دوت تحفه معماريه بكل المقاييس، وفنان يعني تحفه فنيه كمان. هو بسيط جدا بس في حاجات مش موجوده في اي مسجد تاني. طيب ايه بقى الحكايه؟ على اطراف المدينه على شاطئ النيل اختار بقعة مميزة في مكان يدعى كوم الأفراح. مين اللي اختاره؟ اللي هو العارف بالله محمد أبو النضر. كان بيدعى أصحابه كوم الأفراح دي. الأول تل مرتفع يوجد أعلى منارة تراقب السفن من بعيد. هو كان بتراقب السفن من بعيد، اللي هو احنا بنسموه حاجة اسمها الفونتاس فوق الجبال ديت. هو دوت كوم الأفراح. وليه لقب أبو النضر؟ علشان علشان لحدة نظره، كان عنده نظر يعني ما شاء الله بيشوف المسافات البعيدة ماشي. وكان في ليالي الجمعة بيظل الصيادين العائدين بصيتهم يراقبون من بعيد المسجد بلونه الأبيض، فينعكس اللون الأبيض على المية. لكن ما أثار ارتبكوا في البداية هو الطيف الأبيض الخارج من المسجد، ثم يتبدد الطيف بين المقابر على التل خلف المسجد. مع الوقت اعتاد الناس مصاحبة الطيف والتبرك برؤيته في ليالي الجمعة. ومن بعضهم من قال إنه الطيف دوت هو اللي بيوقف الفيضان، واعتقدوا ان ذلك مما يجعل المسجد رغم وقوعه على حافة النهر الا ان المياه لم تغرق شبر منه. وده حقيقي يا جماعة، المسجد دوت على حافة النهر يعني وما فيش شبر منه غرق. زي سبحان الله المسجد محاوط يعني محاوط على الجبل، يعني مخلي الجبل ما فيش حاجة وصلت له من المياه، يعني كان الفيضان ده ممكن يطلع للجبل. طيب نكملوا قصة العارف بالله. بعد استقراره في كوم الأفراح اعتاد العارف بالله محمد ابن أبي النضر عقد مجلسه في نفس المكان لسنوات، يعلم الناس أمور دينهم والقرآن ويؤمن بهم في الصلاة لمدة 11 عام. وتوفى سنة 1202 ودفن بنفس المكان اللي احنا بنقوله عليه اللي هو أبو النضر. المكان ده اللي هو تل أبو النضر. بعدها بعد ما اندفن أقام الناس عليه مقاما ومسجدا صغير. وبعدين حصل إيه؟ اعتادوا الصلاة في المسجد ده، والأسر كانت بتتجمع يوم الجمعة بوجباتهم على التل ده في الهوى. وفي عهد الخديوي عباس حلمي الثاني أقام المسجد بصورة تليق بصاحبه، حيث النقوش الممتدة من الرخام والبئر الرخامي والمأذنة العالية والطلاء الأبيض المميز للمسجد. وضع به 6 أعمدة من الرخام، كان لسه محدش يعني الرخام ده كان مفيش موجود في مصر كتير، فهو وضع 6 أعمدة من الرخام. جابهم منين؟ جابهم مخصوص من إيطاليا للمسجد ده. ماشي يا حبايبي. بعد سنوات كتير تحول كوم الأفراح دي المقابر واسعة حول المسجد، وبدل من التنزه في الهواء قدمت الأسر لزيارة أمواتها والدعاء بالمسجد لفك أزمة أو زواج أو إنجاب. ماشي يا حبايبي. المسجد ده بقى زي ما أنا بقول لكم كده، المسجد دوت أنا بصوره لكم من فوق. بصوا بقى حاجة جميلة جدا. هو حاجة بسيطة مش كبير ماشي، بس يعني بس يا حبايبي هو مش كبير بس فيه راحة نفسية جدا. يعني
كل اللي بيروح هناك لازم يرتاح نفسيا، اقل حاجه هتخش تصلي في المسجد. بس انا يعني ايه الضريح بتاعه هناك اهوت على جنب، انا ما صورت لكمش الضريح، الضريح جوه مليان ايات قرانيه وهدايا، الضريح اللي عليه الستاره اللي الخضره دي، بس انا للاسف انا مش بخش اضرحه وكده، فما عرفتش اصور لكم الضريح. ماشي، فالمسجد من فوق بصوا المنظر يا حبايبي، كل اللي فيه ده هدايا، الاعمده اللي بقول لكم عليها الرخام دي، العمود الرخام دوت اللي قلت لكم ان جاي له من ايطاليا مخصوص للمسجد ده مخصوص. وقلنا ان ابو منظور ده اتبنى 1312 هجريا و1897 ميلاديا يعني. ودوت زي ما قلنا بيقع على جنوب مدينه رشيد على الضفه الغربيه لنهر النيل. ماشي، المسجد ليه اربع وجهات. بصوا يا حبيبي كل الصور دي، بص الباب اللي جنب المأذنه دي، البيت دوت الباب دوت بيطلع للمأذنه ذات نفسها. ماشي، واللي جنب المنبر، وفي باب كمان بيدخل على بئر، البير دوت من الرخام، والبير دوت يقال ان البير ده متصل ببئر في السعوديه والله اعلم، في المملكه العربيه السعوديه والله اعلم. بص كل دي هدايا حبايبي بتيجي للمسجد من كل البلاد، يعني كل البلاد بييجوا بيتباركوا بالمسجد. وده الضريح، ودي مكتبه فيها كتب كتير، يعني كتب يعني حاولت اصورها ما عرفتش. بصوا السقف بتاعه من ايه، من الخشب العاج، وهو عباره من جوه عن مساحه مربعه مقسمه لثلاثه ارفف بواسطه الاعمده الرخاميه. بصوا يا حبايبي، وفيها عقود مدببه يقوم عليها السقف الخشبي، يعني السقف الخشبي دوت مش معمول كده، لا ومن الرخام، والمنبر طبعا خشبي، ومن الخشب العاج، يعني مش خشب العادي، لا ده خشب عاج. وبصوا يا حبايبي دوت ايات قرانيه زي ما بقول لكم، ديت جايه له هدايا، وجوه اللي هو ديت الحته اللي بيصلوا فيها الحريق. بصوا يا حبايبي هي كنت لما رحت كان في بيوضبوا لسه بيظبطوا فيه، وفي مكتبه صغيره هنا فيها كتب تراثيه برضو. بصوا السقف من الخشب العاج زي ما قلنا، ومصليه الحريم من دورين، دور تحت ودور فوق اهوت، بص بالخشب بتاعه العاج اللي بقول لكم عليه، تراث حاجه معماريه مش موجوده خالص، يعني مش موجوده في مصر، يعني بالجمال ده ما تدور ما تلاقيش زي جمال المسجد ده بصراحه، رغم بساطته بس بجد منتهى الجمال، وراقي كده وفي راحه نفسيه بجد، انا برتاح جدا لما بروح هناك. بص يا حبايبي المنظر، دي المصليه بتاعت الستات كده، اصور لكم من فوق برضو كده المنظر. بصوا السقف برضو زي ما قلنا من العاج، وده الباب اللي بيوديك على الميضه تتوضى من جوه.